أربع جميلات ولكن وحوش. الجدعنة مش صفة مرتبطة بالرجل خالص، الجدعنة مرتبطة بالإنسان، راجل ولا ست. البنات اللي معانا دول بيثبتوا زي غيرهم كتير في مهن كتير، مفيش حاجة اسمها مهن للرجال فقط، لا الستات بتقدر تعمل كل المهن زي الدليفري او اللي بيسموهم الطيار، لا هي بتعرف تعمل ده وتوصل الطلبات، ويعني متمكنات ويعني عندهم كل المهارات اللي عند الرجالة وممكن يتفوقوا عليهم. يعني مفيش حاجة اسمها ان انا بنت فانا مش هقدر يعني اعمل حاجة تانية، مش هقدر اركب موتوسيكل او سكوتر. يعني عدد كتير من البنات ممكن يكون لسه عنده حاجز الخوف، ما قدرش يكسره وان هو يدخل مهنة زي دي بتعبها ومخاطرها، لكن عندنا وحوش قدروا، وفيهم حد بيسموه الجدع بتاع المهنه دي او الجدعه بتاعه المهنه دي. نجلاء فتحي، اهلا بك يا نجلاء. اهلا صباح حضرتك. انت متسميه على اسم الفنانه الكبيره نجلاء فتحي؟ لقب. ايوه بس هم اكيد يعني هم بيحبوها زاد عن اللزوم، او كلنا بنحبها، مين ما يحبهاش؟ بنمسي عليها. واحلام صالح اسمك حلو قوي، انا بحب جدا اسم احلام، فاسمك جميل ودايما احلامك متحققه باذن الله. ومنال محسن، ومنال برضو قريبة من الأحلام، فإن شاء الله دايما ينولك كل حاجة حلوة إن شاء الله. منال وعليا، عليا ولا عليا؟ عليا عليا عليا، دايما كده عليا في كل حاجة. يعني انتوا أسماءكم لوحدها فيها تميز، وفيها إن شاء الله يكون لكم من أسماءكم نصيب في الدنيا يعني في كل حاجة. طيب نجلاء، بكالوريوس إعلام؟ لا ها، فيروز اعلام. عليا، عليا اللي بكالوريوس اعلام. انا انت اللي بكالوريوس اعلام، انت احلام البكالوريوس اعلام. صح. طب انت يا نجله، هو شرط التعليم عشان ابقى؟ لا 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 خالص، لا خالص، انا ما كملتش الحمد لله، بس الحمد لله انا بعرف اقرا واكتب واشتغلت في كل المجالات والحمد لله بتفوق فيها. برافو عليك. في كذا شغلانه اشتغلت وربنا قدرني، ودلوقتي بقيت بعمل حاجه مفيده لنفسي. مش بالشهادة على فكرة. أكيد مش بالشهادة. يعني أنتي قصتك بدأت لما جوزك اتوفى وأنت في سن صغيرة؟ جوزي اتطلقت، وبعد كده سمعت إن هو اتوفى ما أعرفش عنه حاجة وبس، وبعد كده قررت إن أشتغل. لكن أنتي قبل كده كنتيش بتشتغلي؟ لا كنت بشتغل. كنت بتشتغلي؟ آه. اصل احنا كنا بنتكلم في الانترو على فكره ان انا ما استناش النكبه العاطفيه اللي تحصل لي عشان ابتدي. لا، الستات معجوزه وبيشتغلوا كتير. لا اشتغلت اكتر وانا معجوز، اشتغلت اكتر من وانا دلوقتي. اشتغلت في كذا حاجه، من موان لفرز في مخلفات. يعني كل حاجه. يعني ايه موان؟ موان يعني كنت بشيل اسمنت وادي طلبات الاسمنت وزلط وحاجات زي كده. وانت متجوزه كنت بتشتغل الشغلانه دي؟ اه، كنت بشتغل في حاجه اسمها عاده مخلفات تاني، كنت بشتغل فيها عادي، واشتغلت في مصانع ملابس كتير وحاجات كتير يعني عملتها. طب والله نحييكي جدا، واحنا بنمتن وبنقدر وبنحترم جدا كل الستات اللي بيشتغلوا في مهن مختلفة ومهن صعبة. مفيش حاجة اسمها طالما شغل وشغل محترم يبقى كل الاحترام لكل الستات. امتى بقى خدتي قرار ان انت تبقي ديليفري؟ اولا انا بقالي سنة ونص سنتين حابة الموضوع، حابة ان انا حياتي باظت شوية وحصلت لي مشاكل كتير، فكان لازم اخد خطوة ان انا اعمل حاجة ابقى واقفة على رجلي. قررت ان انا اشتغل حاجة مختلفة تجيب لي رزق يومي، غير بقى بعيد عن المصانع وده كله، لان ده مرتباته شهرية ومفيش في تقدم، هو ثابتة. خرجت بعد كده اتعرفت على صاحبتي تشتغل هي في دليفري، ربنا رد اشتغلت مواصلات، كنت بروح اجيب الاوردرات من بلد لبلد واوزعها. وبعد بتسافري؟ كده اه، محافظة يعني لمحافظة.